قد تكون صدفة، لكنها تذكر بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في يوم الأسير الفلسطيني. صالح الذي لم يتجاوز 16 عاما ومعه صديقه عمر الذي لم يبلغ 15 بعد، وادعى ذويهما في ساحة سجن الرملة حيث مثلا لقضاء حكم بالسجن بعد إدانتهما ومجموعة أخرى من أطفال القدس برشق سيارات إسرائيلية بالحجارة. قبل الوداع في ساحة السجن وداع آخر في منزل صالح، وحديث عن 39 شهرا سيمضيها بعيدا عن الأهل. طبعا هي حكم ظالم، حكم جائر للأطفال زي هدول، يعني أنا بناشد يعني حقوق الإنسان، حقوق كل المعنيين بالموضوع هذا اللي يعرفوا أنه في ناس، في أطفال عم تنظلم بهالأحكام هاي. قبل السجن الفعلي أمضى صالح 9 أشهر في الحبس المنزلي، وكذلك معظم رفاقه في المجموعة. فالحبس المنزلي بات جزءا من العقوبات التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على الأطفال، وبرز خلال موجة التوتر الأخيرة. قعدت في 9 أشهر الحبس المنزلي، لحديت الآن قعدت في 9 أشهر، وبطلت أروح وآجي، كنت أروح عنادي وأروح وما أقعدش في الدور، هلأ صرت أقعد في الدور ما سويش شغلات، والشغلات اللي كنت أعملها برا ما سويهاش هوني، بطلت أشوف أصحابي، بطلت أروح وآجي، صرت أضل قاعد في الدور. منذ 15 من سبتمبر الماضي اعتقلت السلطات الإسرائيلية أكثر من 1700 فلسطيني، من بينهم نحو 600 من الأطفال. حاليا يعيش داخل سجون الاحتلال 400 طفل فلسطيني، من بينهم 133 طفل مقدسي، من بين الأطفال 10 أطفال دون سن 14 عاما موجودين داخل مؤسسات مغلقة، مؤسسات الأحداث. طبعا هذا الاعتقال مخالف للقانون الدولي لأنه يمنع اعتقال الأطفال. وأيضا يوجد 5 قاصرات داخل سجون الاحتلال، 4 منهن مصابات برضوض وإصابات بالرصاص. اعتقال الأطفال في إسرائيل بات جزءا من السياسة اليومية، لا سيما بعد أن شددت الحكومة عقوبة راشقي الحجارة ومنفذي العمليات. قضية اعتقال الأطفال أخذت اتجاها جديدا في موجة التوتر الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة أن حكومة نتنياهو حددت إجراءات جديدة للتعامل مع الأطفال بشكل زاد عددهم في السجون. شيرين يونس، كاي نيوز، من أمام سجن الرملة.